وشنا منور النهارده الحمد لله. والاهلي يقول للفرح قوم افرح، النهارده بنفرح وبنحتفل. مساء الخير، مساء الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. مبروك يا اهلاويه، مبروك اللقب رقم 42 وعقبال 43 و44 الى ما شاء الله في تاريخ القلعه الحمراء. لقب غالي طبعا، هو اللقب المفضل بالنسبه لنا والطبيعي برضو. فالاهلي انه يتوج باللقب ده فده مش جديد، لكن احنا فعلا مرينا بظروف استثنائيه، لكن نجحنا في الاخر. نجحت قلعه مختار التتش في حصد اللقب من غير اي اعتبارات بقى، لا للصعوبات اللي شهدناها الموسم الحالي طبعا اللي كان على رأسها توقف الدوري 5 شهور بسبب كورونا. يعني احنا الموسم اللي فات افتكر كمان من المواسم اللي كانت صعبة، ما اشبه اليوم بالبارحة زي ما بيقولوا. النهاردة انت عندك صعوبات، الموسم اللي فات كان عندك برضو صعوبات خليت الفريق مع الدور الاول بعيدا عن القمة. وفي الوقت اللي كل الناس اللي ملهاش في الاهلي واللي ما تعرفش يعني ايه اهلي قالت ان البطولة هتذهب بعيدا عن الأهلي، لكن ده مع أي فريق تاني غير النادي الأهلي يعني ممكن يحصل. الأهلي دايما بيتحارب ودايما بيقاتل في كل وقت، والحقيقة لحظة علشان يتوج بالبطولات الواحدة تلو الأخرى هو ده شعارنا، شعار النادي الأهلي. الأهلي فوق الجميع فعلاً.